قرر لاعبو منتخب مصر الأولمبي صيام يوم عرفة اليوم الاثنين في اليابان، وأبلغ اللاعبون الجهاز الفني والطبي بالقرار. لذا تقرر تعديل النظام الغذائي للفريق بحيث يتضمن وجبتي الإفطار والسحور فقط. بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يعقد جلسة مع لجنة تخطيط القلعة الحمراء لحسم ملف العائدين من الإعارة والراحلين عن صفوف الفريق نهاية الموسم، بالإضافة إلى حسم الصفقات الجديدة استعدادا للموسم المقبل. حالة من الاستياء سيطرت على أعضاء الجمعية العمومية للأندية المصرية لعدم معرفتهم بمصير اللائحة التي أقرتها الجمعية في اجتماعها نوفمبر الماضي، وتعمد اتحاد الكرة إخفائها لتعطيل إقامة الانتخابات أطول فترة ممكنة. مجلس إدارة الاتحاد السكندري ينتظر رد إدارة الزمالك على طلب النادي بتجديد استعارة محمد صبحي حارس الفريق لموسم آخر مقابل 2 مليون جنيه يحصل عليها الزمالك بخلاف راتب الحارس. إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي طالب مسؤولي اللجنة الفنية للدراويش بوضع محمود حمدي حارس مرمى مصر المقصة ضمن قائمة المطلوبين للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.